ميزه الموقع اللي انا بقول لكم عليه ده ان هم لسه مكتشفينه جديد ولسه بينقبوا فيه لغايه دلوقتي. ده غير انه متطرف وفي منطقه هاديه ومنغمه، والبعثه اللي بتشتغل هناك بتخزن الحاجه اللي تلاقيها في نفس المكان. والمعلومات دي جبتها منين؟ من واحد ضابط زميلي يا باشا، هو اللي ماسك الحراسه في المنطقه دي. طب الحراسه عباره عن ايه؟ دي منطقه اثريه، يعني هيبقى فيها غفر، ده العادي بتاعها. بس منطقه التخزين دي اكيد هتبقى امنه كويس قوي وفي حراسه مشدده. واللي سمعته انهم لقوا خبيئه من كام يوم ومخزنينها هناك. خبيئه ايه؟ والله مش عارف طبيعتها باشا بالظبط، بس اللي انا اعرفه انهم لسه ما جربوهاش ولا فرزوها، يعني باختصار كده لسه ما اتسكنتش. حلو الكلام، يعني اي حاجه هناخدها محدش هيعرف هي ايه ولا حد هيعرف اي حاجه. ازاي يا جابر؟ ما عوني بيقول لك ان في حراسه مشدده وامن جامد، يعني في مخاطره علينا كلنا يا جماعه. مخاطره ولا حاجه، سيبها على الله. المهم لازم نروح لعين المكان. روح انت اخويا، حد منعك تروح؟ الظاهر ما سمعتنيش كويس. انا قلت نروح، يعني انا وانت نروح نعين المكان من جوه. تتجننت يا جدع انت؟ انا لا يمكن اظهر في الصوره ابدا. ليه؟ على راسك ريشه ولا على ايدك نقش الحنه يعني؟ انت ناسي يا جدع انت ان انا ظابط في شرطه السياحه؟ ايوه يا عوني، بس بتشتغل معايا وبتقبض مني فلوس، ولا انت تسيب؟ لا يا باشا ما نسيتش، ما انكرتش ان انا بشتغل مع سعادتك وبقبض فلوس، بس يعني لو لا قدر الله جابر اتقفش وكان حد شافني معاه ولا حاجه هيبقى موقف انا وحش وهشيل الليله كلها لوحدي. ليه كده؟ ليه الفال الوحش ده يا عمنا؟ هو مين ده اللي يتقفش ولا يروح في داهيه؟ احنا لما بنشتغل عم عوني بنخطط كويس وننفذ احسن من التخطيط اللي خططناه، وان شاء الله هتبقى مقضيه. ما تخافش انت بقى، عشان اللي بيخاف من عفريت بيطلع له. بصراحه يا نصار بيه الكلام ده مش نافع. الاستاذ شومان خايف من الحراسه وبنق فيها، والاستاذ عوني يفول علينا ومش هيشارك. اسمع، ياما كلنا نكون ايد واحده، ياما كل واحد يروح لحال سبيله. هو ده الكلام. بدانا النخ بقى يا جابر. مش انا اللي بنخ، انت اللي نازل فيها نق وتكسر في مقادفنا، ولا عاجبك اي كلمه بنقولها. انا معرفش اشتغل كده بصراحه. بقى جابر عنده حق وقال اللي كنت عايز انا اقوله. بصوا بقى، يعني نحط ايدينا في ايدين بعض ونتكل على الله وننفذ، يا اما نفضها سيره وتضيع المصلحه على الكل وتروح لصاحب نصيبنا. قلتوا ايه؟ خلاص يا باشا، خلاص سعادتك ما تزعلش نفسك، يعني انا تحت امرك. هروح معاه وعاين، ولو ان ده في مخاطره كبيره عليا. انما هقول ايه؟ انا ما اقدرش اقول لسعادتك لا ولا ارفض لك طلب. تمام تمام يا عمي. وانت يا شومان؟ باشا انا تحت امرك، امرني وانا نفذ. يبقى تنفذ كل طلبات جابر وسعيد، اي حاجه يطلبوها تكون عندهم. ماشي ماشي باشا. باشا عليا النعمه باشا، وان شاء الله يا باشا احنا هنعمل كل اللي يرضيك وهننفذ صح، وربنا يكرمنا باذن الله. المهم يا جابر، العمليه دي ما يبقاش فيها دم. كفايه العمليه بتاعت الصعيد المره دي، لو بقى فيها دم هيبقى في طرف بيننا وبين الحكومه، وده احنا مش عايزينه، ما فيهوش مصلحه لينا. ماشي الكلام يا جابر؟ حاضر يا نصار بيه. بس ربنا يسترها معانا كلنا ويعدي على خير. هتعدي، وغلاوتك عندي يا شومان لا تعدي، وهتشوف على ايدينا احلى خير.